قلتي لو أنا صغيرة دلوقتي أهلي كانوا دفنوني بالحياة، ليه؟ أنا لو كنت صغيرة دلوقتي؟ قلتي كده. لا، عمر ما أهلي حيدفنوني بالحياة. أنا بهزر كتير، يعني أنا مش كل كلامي ده جد، أنا بحب أهزر كتير ولازم الإفيه، لازم أقول إفيه في نص كلام. بس أهلي عمرهم ما حيدفنوني بالحياة، بالعكس متفاهمين جدا، يعني أمي وأبويا ناس متفاهمة جدا. أبويا علمني من وأنا صغيرة، إداني حرية وعلمني المسؤولية، فإن عشان أبقى قد اللي أنا بعمله، فلا مش هيدفنوني بالحياة. لما المواقع والجرايد بينتقدوا شيرين رضا في لبسها، في سلوكياتها، في سهرها، رد فعلك بيكون إزاي؟ ما بقراش الكلام ده، ما يفرقش معايا. أصل ما لا هبطل سهر ولا هبطل خروج ولا هبطل انبسط علشان واحد رأيه كده، يعني هو رأيه هو حر، ما يخرجش هو، ما يسهرش هو، عاوز يجي ينتقدني ينتقدني. انت حر، عندك مساحة في جورنال تتكلم فيها، تقول كلمتين. قول. شربتي مخدرات في فترة من حياتك؟ لا، مخدرات خالص؟ مخدرات دي حاجة، كلمة كبيرة قوي. طب ممنوعات؟ بصي، الكلام في الحاجات دي اوكي، احنا برضو اجان، احنا عايشين في مصر، احنا عارفين ان كل الناس بتعمل ايه، اوكي. بس انا كواحدة ممثلة، انا قدوة لناس كتير، ناس كتير بتبص لي، فما ينفعش ان انا اطلع في صورة وحشة قدامهم، علشان في بنات صغيرين وبنات، انا بكلم تينيجرز يعني 16 سنة و17 سنة، لما يسمعوني إن عليا إن أنا بقول الغلط على نفسي، وهم هيقولوا طب ما هي عملت معانا كمان أجرب. ف لا، فأنا بحاول دايما إن أنا أبقى على الأقل إن أنا أوكي بهزر وأضحك وأقول كلام غلط، بس إن أنا ما أقدرش أوري نفسي قدامهم وحش عشان ما حدش يقلدني.